يفغيني بروغوجين، الرجل الذي أشغل الدنيا وأسمع العالم بتمرده على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعود إلى الأضواء مرة أخرى، ولكن ليس كمتمرد هذه المرة، وإنما كشخص لا يعرف إن كان على قيد الحياة أم لا. فالإعلام الروسي أكد أن طائرة خاصة من طراز إمبراير ليجاسي تحطمت بمنطقة تفير شمال العاصمة موسكو أثناء رحلة لسان بطرسبرغ، وقائمة ركابها تضم أبرز قيادات مجموعة فاغنر على رأسهم بروغوجين والمؤسس ديمتري أوتكين. وبحسب وزارة الطوارئ الروسية، قائمة ركاب الطائرة تضم 10 أشخاص، 3 منهم من أفراد الطاقم، لكن السلطات الروسية لم تعثر إلا على 8 جثث في موقع تحطم الطائرة، وسط توقعات بأن يكون بريغوجين وأوتكين على متن طائرة أخرى. بينما حملت وسائل إعلام مقربة من باغنر الدفاع الروسية مسؤولية إسقاط الطائرة، فهل تكتب هذه الحادثة نهاية أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ روسيا الحديث، في مسيرة بدأها كطباخ بوتين وختمها كأحد ألد أعدائه؟ ينضم إلينا من موسكو مراسل المشهد فادي صالح. أهلا بك فادي، يعني ما الجديد حتى اللحظة، وهل تم تأكيد مقتل بروغوجين أم لا وفق آخر التصريحات؟ حتى اللحظة مالك، في الحقيقة هناك وسائل إعلام غير رسمية أكدت أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت، وطبعا وأكدوا أنه قد لقي حتفه على متن هذه الطائرة. القناة الرسمية ليفغيني بريغوجين على تيليجرام تقول إن قادة من فاغنر أيضا يؤكدون مقتله، ولكن مع ذلك لم يصدر أي بيان رسمي من المجموعة حتى الآن، وخاصة أن هناك كان تأكيد أن هناك طائرة ثانية ليفغيني بريغوجين كانت طبعا تحلق فوق موسكو أثناء طبعا سقوط الطائرة الأولى وتحطمها، وهذه الطائرة الثانية طبعا هي قبل قليل هبطت في إحدى مطارات موسكو، ولكن لم يتم الإعلان حتى الآن من هم ركابها، وهل كان يفغيني بريغوجين على متن الطائرة الثانية أم الأولى، يعني ليس هناك أي معلومات رسمية حتى الآن. في الحقيقة وكالة النقل الجوي روسافياتسيا أكدت أن طبعا ضمن قائمة الطائرة الأولى كان اسم بريغوجين موجودا، لتؤكد بعد قليل أن الطائرة الأولى هي طائرة تجارية أساسا، وبالتالي حتى طبعا وكالة النقل الروسية هي حتى الآن أيضا لم تؤكد إن كان بريغوجين على متن الطائرة الأولى أم الثانية. بكل الأحوال طبعا التحقيقات الآن جارية، وقد فتح ملف في هذا الموضوع، وتم تأكيد حتى الآن مقتل 8 أشخاص. وفيما يتعلق بإن كانت هذه الطائرة سقطت بدفاعات جوية أم سقطت نتيجة عطل فني، حتى الآن كما قلت يعني هناك بيان أولي من قبل لجنة التحقيقات تؤكد أنه سيتم الإعلام في حال كانت الطائرة قد سقطت بسبب عطل فني أم لا. في الحقيقة يعني حتى الآن كما قلت هي المعلومات يمكن القول إنها متضاربة، إلا أن وسائل الإعلام الغير الرسمية طبعا ترجح مقتل يفغيني بريغوجين، إضافة إلى مقتل أوتكين أيضا هو قائد في قوات فاغنر وكان طبعا على متن هذه الطائرة. في الحقيقة طبعا هذه الطائرة سقطت في مقاطعة تفير، وهي كانت تنطلق من مدينة موسكو إلى مدينة سان بطرسبرغ، وشهود عيان قاموا بتصوير هذه الطائرة ونشر مقاطع فيديو وهو يظهر فعلا حطام الطائرة وهو متناثر في المنطقة في أحد الحقول طبعا الخالية من السكان. من بين الجثث التي تم العثور عليها طبعا كان هناك جثث مشوهة بشكل كامل، وبالتالي لم يكن هناك إمكانية للتعرف عليها، فيما كان جثة أخرى مقطوعة الرأس. هناك طبعا ردود فعل متفاوتة حسب هذا الأمر، يعني تتعلق بموضوع أن يعني يقال أن مقتل يفغيني بريغوجين هو لن يكون طبعا مفاجئا لبعض الدول ولبعض طبعا المحللين لكن في المقابل هناك من يقول تصريحات للمجموعة تتحدث عن مقتل بريغوجين أو تنفي نعم.
نعم، في الحقيقة القناة الرسمية ليفغيني بريغوجين على تيليجرام هي نشرت فيديو من موقع فلايت رادار، وقالت إن هذا الفيديو هو للطائرة الثانية التي كانت تحوم حول تحوم فوق موسكو. وفي هذه القناة أيضا قيل إن استنادا إلى أيضا وسائل إعلام قيل إن يفغيني بريغوجين كان يمكن أن يكون قد وضع اسمه على قائمة الطائرة الأولى، ولكنه لم يصعد في الطائرة الأولى إنما صعد في الطائرة الثانية. هذه كلها طبعا احتمالات حسب القناة الرسمية لبريغوجين على تيليجرام. وأيضا تقول هذه الصفحة إن يفغيني بريغوجين كان معتادا على التمويه، وهو معتاد على أن يقوم بطبعا أو بالأصح لا يقوم بالإفصاح عن تحركاته بدقة، وذلك من أجل تشتيت الانتباه. بكل الأحوال ما زالت القناة لم تنشر خبرا رسميا حول هذا الموضوع، بل كتبت عبارة: نأمل أن يكون طبعا بريغوجين على قيد الحياة وننتظر المعلومات الرسمية حول هذا الموضوع، حسب آخر منشور في قناتهم على تيليجرام قبل هذه النشرة. واضح، شكرا لك من موسكو مراسل المشهد فادي صالح على جميع هذه التفاصيل. والآن نرحب بضيوفنا من موسكو، دكتور آصف ملحم مدير مركز جي ام سي للابحاث والدراسات، كذلك ينضم الينا من واشنطن دكتور إدموند غريب الاكاديمي والباحث السياسي، ومعنا ايضا من كييف دكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجيه. اهلا بكم في المشهد الليله، وابدا معك دكتور آصف. الانباء غير مؤكده حتى اللحظه، ما قراءتك لما حدث؟ مساء الخير لكم وللضيوف الكرام وللسادة المشاهدين. نعم، الأنباء غير مؤكدة حتى الآن. بريغوجين يعني من الشخصيات المستهدفة دائما، وبالتالي كما تفضل مراسلكم هو لا يفصح عن تحركاته إطلاقا، وكان هناك طائرة ثانية هبطت في مطار أصطافيفا، وحتى الآن غير مؤكد إن كان موجود على مطار الطائرة الأولى أو الطائرة الثانية. على كل حال ننتظر يعني السيد فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زاباروجيا، قال أنه اتصل مع كبار قادة فاغنر في وأكد لهم مقتل بريغوجين وأوتكين أيضا، ولكن حتى الآن في الواقع ننتظر تأكيد رسمي على هذه الأنباء، ونحن تواصلنا مع بعض الأشخاص يعني القادرين على معرفة الحقيقة أكثر مننا، وأكدوا أيضا بأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أنباء مؤكدة حول مقتل بريغوجين أو أوتكين. وكما أشار المراسل الكريم على أن الجثث جميعها مشوهة، والتعرف عليها بالمظهر الخارجي غير ممكن على الإطلاق، بل يحتاج الأمر إلى فحص للحمض النووي لكل منها. طبعا لهذه الحادثة ستترك آثارا معينة سيستخدمها كل طرف لمصلحته، الأطراف الأوكرانية والغربية ستستخدمها لصالحها وتتهم القيادة الروسية بذلك، وهذا الأمر أصبح واضح. نحن نستبعد في أي نقطة يعني ستتخذ هذه النقطة لصالحها؟ لو توضح أكثر دكتور آصف. نعم سيدي، ستحاول تمرير الرواية التالية بأن هناك تفكك في القيادة الروسية، وبأن هناك يعني الرئيس بوتين من أعطى هذه الأوامر، لأن عندما نسمع تصريح البيت الأبيض بأن لن نتفاجأ في ذلك، وعندما بايدن نفسه قال منذ فترة بأن على بريغوجين أن يخاف على حياته. واضح. اسمح لي أن أقف دكتور آصف مع ضيفي من واشنطن دكتور إدموند غريب على هذه النقطة. دكتور، هل ترى واشنطن أن هناك خلل في المنظومة بين القادة السياسيين في موسكو، وأن ما حدث كان متوقع؟ فعلا هذه نقطة مثيرة ومهمة. من ناحية ما سمعناه حتى الآن رسميا بأن أنه تم إطلاع الرئيس بايدن على الحادث، وأن اسم بريغوجين كان من بين الأسماء الأشخاص على الطائرة، ولكن في نفس الوقت أيضا الذي سمعنا ذلك بدأنا نسمع، وكتبت صحيفة نيويورك تايمز الآن جاء خبر بأن مجلس الأمن، مصدر في مجلس الأمن القومي الأمريكي قال بأنهم رأوا التقارير عن الحادثة، وربما أن لا يزال هناك يعني غير مؤكد ما إذا كان بريغوجين هو من بين الأشخاص الذين قتلوا أم لا، ولكن كما ذكر هذا المصدر قال لو تأكدنا من ذلك فلا أحد يجب أن يكون متفاجئا.
وهذا جاء على لسان المتحدثة أدريان واتسون التي تحدثت باسم مجلس الأمن القومي، وفي نفس الوقت قالوا بأن الحرب الكارثية في أوكرانيا أدت إلى بروز حرب قوة خاصة في زحفت على موسكو، والآن نرى ما حدث. طيب وبالتالي فإن هناك تلميحات وكأن ما جرى هو جاء معاقبة لبريغوجين على تمرده على المؤسسة، ولكن في نفس الوقت لا يزال هناك غموض في الموقف وانتظار للتأكد أولا من صحة المعلومات، وثانيا ما إذا كان فعلا من كان وراء هذا الحادث وكيف حدث. ويبدو طبعا بأن الروس أيضا قد بدأوا طيب بتحقيقاتهم الخاصة حول هذا الموضوع. واضح دكتور إدمون. دعني أذهب إلى الدكتور سعيد سلام من كييف. دكتور سعيد، الرئاسة الأوكرانية تحدثت أن تحطم الطائرة في روسيا رسالة من بوتين للنخب الروسية. مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. طبعا فيما يخص يعني مقتل او يعني المعلومات التي تاتي حتى الان حول مقتل بريغوجين وقياده شركه فاغنر العسكريه باكملها في على متن هذه الطائره، يعني كان متوقعا من قبل يعني النظام الروسي، يعني ان يقوم النظام الروسي بتصفيتهم، وكان يعني تحدثنا كثيرا بعد فشل او انتهاء التمرد بريغوجين في منذ شهرين بالضبط في 23 من يونيو، منذ شهرين تحدثنا أن يعني بريغوجين يجب أن يكون حذرا على رأسه، لأنه يعرف تماما أنه على رأس قائمة الاغتيالات لدى النظام الروسي والرئيس بوتين شخصيا، خصوصا أنه قام بتنفيذ مثل هذه العمليات لحساب بوتين سابقا عبر شركته العسكرية. لذلك عمليا لا أحد متفاجئ من هذا الحادث، وإن كان يعني البعض يعني تفاجأ حول إسقاط الطائرة، ولكن لا فرق عمليا بين عملية انتحار بستة رصاصات بالرأس أو سقوط عن نافذة يعني أو شرفة بناء شقة على الطابق 15، أو إسقاط طائرة، وبهذه الطريقة هم تخلصوا عمليا من جميع قادة فاغنر الذين تمردوا عليه. وهي فعلا رسالة من قبل النظام الروسي، وذلك أيضا حسب الكثير من المحللين الروس أنفسهم الذين استمعت إليهم اليوم على بعض القنوات الروسية وحتى بعض القنوات العربية، الذين يقولون أن هذا ما جرى هو عمليا رد أو يعني دفع الثمن من قبل. هذا التحليل على اعتبار بأن روسيا هي من أسقطت الطائرة، لكن مصادر إعلام روسية تقول هجوم أوكراني قد يكون وراء تحطم هذه الطائرة. هذه معلومات هي لتشتيت يعني الساحة الإعلامية، وكيف يمكن أن تقوم يعني دفاعات جوية أوكرانية بإسقاط طائرة حول موسكو؟ يعني هذا يعني تخاريف إعلامية يحاول العملية يعني الإعلام الروسي ترويجها من أجل يعني كما ذكرت تشتيت الإعلام. لكن يعني قبل دقائق من إعلان إسقاط طائرة سقوط أو تواجد بريغوجين على متن هذه الطائرة، أعلنت القنوات التلغراف الروسية نفسها عن إسقاط قوات الدفاع الجوي المضادات الجوية لطائرة في سماء موسكو أو قريبا من موسكو، وبعد 10 دقائق أو ربع ساعة تم الإعلان عن وجود أن هذه الطائرة بريغوجين. يعني من الواضح أنه طبعا لا يوجد حتى الآن دليل ملموس مصور بالفيديو لإطلاق أو إسقاط هذا أو لإصابة الطائرة، ولكن الإعلان الروسي قبل 10 دقائق تقريبا من إعلان أن هذه الطائرة لبريغوجين يؤكد بشكل كامل مسؤولية النظام الروسي عن إسقاط هذه الطائرة. طيب واضح دكتور سعيد. سأذهب مرة أخرى إلى الدكتور آصف من موسكو. دكتور، كما سمعت بعض التحليلات تشير إلى أن هناك رسالة واضحة من بوتين للنخب السياسية في هذه الحادثة إذا كانت موسكو هي من أسقطت الطائرة، كيف يمكن التفسير ما يحدث؟ سيدي يجب أن ننتبه إلى نقطة هامة. يعني في هاتين الساعات الأربعة السابقة ضخ المعلومات مرعب، يعني والتحليلات
كثير من الأنباء يعني متضاربة حقيقة. هناك من قال بأنه رأى بأم عينه دخان الصاروخ المضادات الجوية يسقط الطائرة، وهناك من قال أنه سمع انفجارا، هناك من قال أنه لم يرى على الإطلاق أي شيء، هناك من قال بأن هذه الطائرة مرت فوق منطقة فالداي حيث مقر إقامة الرئيس بوتين، هناك عنده هناك شقة في فيلا في هذه المنطقة، والحقيقة أن معظم الطائرة عندما تمر فوق هذه المنطقة تفقد الاتصال مع المطارات. يعني المعلومات متضاربة بشكل كبير جدا. نحن نحاول نبتعد عن هذا اللغط الإعلامي ونرسم الصورة الكاملة من الغباء. يعني أعتقد أنا أن أشد القيادات غباء على وجه الأرض أن تقوم بهذا الحادث، وتحديدا في هذه الظروف، وخاصة أن الرئيس بوتين كان الآن تنعقد قمة بريكس في جنوب أفريقيا، وفي ضمن هذه الأجواء التي يحاول الرئيس بوتين إشاعة نوع من أن روسيا قادرة على قيادة تغييرات عالمية على مستوى العالم، تنقذ شعوب العالم الثالث، وتحصل هذه الحادثة، وبالتالي لكن في وهذا ذات الوقت سيتمر. التاريخ الروسي لا يتسامح مع الخيانة، مع التمرد. سيدي، إذا افترضنا أن ما جرى تمردا، إذا افترضنا ذلك، حتى الآن لا يوجد من يؤكد على أنه تمرد، لأن اجتماع الرئيس بوتين يعني بعد أيام مع فاغنر ومع 30 أو 35 من قادة فاغنر، يعني هو قعد مع مجموعة ما جلس مع مجموعة من الخونة، هكذا الصورة. إذا هذا غير ممكن، الموضوع يحتاج الكثير من يعني التدقيق. وصف الخيانة أطلق أثناء التمرد من قبل الرئيس الروسي دكتور آصف. مرة ثانية لم أسمع السؤال. أثناء التمرد أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني الخيانة العظمى على ما حدث آنذاك، سيدي وصفها عندما بالخيانة. قال الخيانة، هو نعم، هو عندما قال هذه اللفظة لم يحدد بريغوجين بالاسم، قال الفعل فعل خيانة، لم يحدد بريغوجين تحديدا على أنه خائن، وبالتالي الموضوع يحتاج إلى الكثير من التدقيق. الأقرب إما طرف ثالث قام بهذه الحادثة لخلق بلبلة بين النخبة الحاكمة في روسيا، أو الحقيقة أن الطائرة تحطمت نتيجة عطل فني، ولذلك علينا انتظار التحقيقات في هذا الموضوع. طيب دعني أخذ رأي الدكتور أودمود من واشنطن بهذا الحديث. الرئيس الروسي اليوم لا يمكنه أن أو السلطات الروسية والحكومة الروسية لن تقوم بهذه الحادثة، وأنها مشغولة الآن في منظومة بريكس، وما حدث عطل فني. كيف تقرأ ذلك دكتور أودمود؟ أولا يجب فعلا الانتظار لمعرفة نتائج التحقيق، وأعتقد أن التحقيقات قد بدأت. طبعا قد يكون هناك اتهامات بالتزوير أو تغيير نتائج التحقيق، أو الإشارة إلى أمور معينة ربما لم تكن حقيقية أو واقعية، ولكن السؤال أعتقد أن الأساسي هو من هو المستفيد من ذلك. وثانيا حضرتك أشرت أيضا أنه كان اتهم بريغوجين بالخيانة العظمى، وهو قبل ذلك كان قد اتهم القيادات العسكرية أيضا بالخيانة، وكان في نفس الوقت قال أنه هو لم يكن يتمرد على الرئيس بوتين، وبالتالي فأن وفي نفس الوقت أنه بعد فشل المحاولة وبعد الاتصالات التي تمت عبر رئيس جمهورية بيلاروس، فإن بريغوجين بقي يتحرك ولم لم يحاكم، لم يعتقل، وكان بإمكان الروس اعتقاله مثلا، لماذا لا يتم سجنه؟ ولذلك أعتقد أن هناك الكثير من الأسئلة، ويجب انتظار النتائج، وخاصة نتائج تحقيق ما حدث. هل كان هذا حادث بتفجير، أم كان هناك عطل فني للطائرة؟ أو يجب أيضا أن نتأكد، لأنه يبدو حتى الآن أننا لا نتأكد، غير متأكدين ما إذا كان بريغوجين على الطائرة أم لا، وإن كان هناك اعتقاد أنه كان بين هؤلاء. وبالتالي فإن هناك الكثير من الأسئلة. طبعا الدول الغربية ستتهم روسيا، روسيا أيضا تثير أسئلة، إذا كان هناك فعلا تفجير أو غير ذلك فإنها أو عملية تخريبية، فإنها ستتهم خصومها تقول بأنهم هم المستفيدين مما نعم. حدث. طيب سأذهب مرة أخرى إلى الدكتور سعيد سلام من كييف. دكتور، اليوم تم إعفاء قائد القوات الجوية سيرجي سيرفكين، وأيضا تزامن مع سقوط الطائرة التي يرجح بأن بروغوجين كان بها. هل يمكن تفسير هذه المصادفة؟
طبعا يعني يمكن ان يكون مصادفه، وايضا ان يمكن ان يكون متعمدا، لان يعني سوروفيكين عمليا وقائد القوات الجويه الذي كان ايضا قائدا لانسحاب القوات الروسيه من اقليم خرسون، وايضا قائدا لعمليات تدمير البنيه التحتيه الاوكرانيه المدنيه، يعني اختفى عن الوجود تقريبا بعد انتهاء التمرد بريغوجين، وكانت هناك اتهامات كبيرة وكثيرة من العديد من المحللين له بأنه كان على علم بهذا التمرد وأنه كان داعما له بشكل غير علني. لذلك يعني كان موضوعا على في الإقامة تحت الإقامة الجبرية، وأنه يعني أو في إجازة جبرية. وعملية إقالته اليوم وبعد مرور أيضا شهرين تؤكد عمليا، يمكن أن تؤكد هذه الاتهامات له، ويعني إزاحته من الساحة السياسية والعسكرية الروسية، وتزامنها مع تفجير الطائرة يعني أو إسقاط الطائرة طائرة بريغوجين، يعني أعتقد أنه إذا كان من قبيل الصدفة فهي صدفة يعني غريبة. ما في نقطة بسيطة حول موضوع يعني أن الجانب النظام الروسي يمكن أن يعتقل بريغوجين، لا أعتقد أنه كان يمكن أن يعتقله، لأن يعني شعبية بريغوجين خلال فترة الحرب والتي خاضها ضد القوات الأوكرانية والاحتلال مدينة باخموت، وأيضا عملية التمرد التي قادها يعني ضد وزير الدفاع وقائد الأركان وليس ضد بوتين، هنا نقطة مهمة. لذا الشعبية الكبيرة التي أظهرت لدى الشارع الروسي كانت بالنسبة للجانب النظام الروسي مخيفة جدا. عملية اعتقاله كان يمكن واضح أن إلى تأليم الرأي العام بشكل كبير، وهناك يعني الكثير من الحالات لاغتيالات المعارضين، وأما المعارض واضح الوحيد الذي دكتور كان سعيد يكون بديلا فهو في السجن ومحكوم لمدة 90 عاما، وهو نافالني. واضح. طيب سأعود مرة أخرى إلى موسكو وإلى الدكتور آصف. دكتور آصف، على اعتبار بأن بروغوجين كان على متن هذه الطائرة وقتل في سقوط هذه الطائرة، السؤال هنا ما مصير مجموعة فاغنر، وهل تسعى موسكو لتعيين شخصيات حليفة لها في هذه المجموعة التي تتمتع بأنشطة خارجة عن موسكو وبالقارة الإفريقية؟ سيدي، وهذه معلومات وليست تحليل من قبلي، هذه تلقيتها من عبر مصادر الخاصة. مجموعة بريغوجين كمجموعة هي من أكثر المجموعات تماسكا أمنيا، وعندهم داخل المجموعة آلية معقدة جدا لاتخاذ القرار وسرعة اتخاذ القرار، لأن شخص كبريغوجين هو شخص معرض للموت في أي لحظة، ويخوض الحروب على الخطوط الأمامية، وعلاقاته واسعة مع العديد من أجهزة الاستخبارات في العالم، وبالتالي معرض للقتل في أي لحظة. لذلك هنا البديل أعتقد أنه جاهز، ولكن أعتقد أنهم ينتظرون حتى يتأكد نبأ وفاة بريغوجين، وسيتخذ القرار فورا، وسيعين بدلا منه. هناك العديد من القادة الكبار في مجموعة فاغنر، وليس بالضرورة أن يكونوا حلفاء لموسكو هؤلاء القادة. سيدي، أعتقد أن لاحظ معي موضوع تحالفهم مع موسكو أو عدم تحالفهم، مجموعة ينفذون عملا معين، وبالتالي هنا القضية يجب النظر إليها من بعد آخر. هذه المجموعة تكلف بأعمال عسكرية معينة مقابل أجر معين، وبالتالي أعتقد موضوع الولاء أو عدم الولاء ليس لن يكون يعني لن يكون مسارا للجدل، ولكن مجموعة فاغنر بكل الأحوال هي حقيقة موالة للقيادة الروسية بشكل عام. واضح. سأختم هذا النقاش أيضا مع الدكتور إدموند من واشنطن. ودكتور، باعتقادك ما سيكون مصير المجموعة في حال تأكدت هذه المعلومات؟ أعتقد أن ما رأيناه أن أولاً أن المجموعة لن يسمح لها بالعمل في روسيا نفسها، في نفس الوقت الذي ستستمر في العمل في مناطق خارج روسيا، وأولئك الذين يبقوا في روسيا أو حتى في المناطق في أوكرانيا الآن، فإن هؤلاء
أعطوا فرصة بالانضمام إلى القوات والعمل مع القوات المسلحة وبإمرة القوات المسلحة الروسية، أي أنه لن تكون هناك قيادة مستقلة لهم. ولذلك أعتقد أنه في تم إلغاء هذه العمل هذه المنظمة داخل روسيا نفسها، بينما سيستمر السماح لها بالعمل في مناطق خارج روسيا، خاصة نرى أنها لا تزال تتحرك وتعمل في أفريقيا. واضح. شكرا لكم ضيوفي من موسكو، الدكتور آصف ملحم مدير مركز جي اس ام للأبحاث، ومن واشنطن دكتور إدموند غريب الأكاديمي والباحث السياسي، وأيضا من كييف الدكتور سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية.